أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وأبدأها بالعناوين. موقع محلي يقول إن الحوثيون يتلفون مواد غذائية كان مقررا إرسالها إلى تعز. من العربية الجديد، معركة يمنية إماراتية ساحتها تويتر. ومن أخبارنا المنوعة، الفيفا يخطط لاستخدام إنسان آلي بدلاً من الحكام المساعدين. أهلاً بكم. تمنع ميليشيا الحوثي وصول المساعدات إلى مناطق معينة وتوقف الشاحنات في نقاط التفتيش ثم تعيدها إلى المخازن، لتعلن بعد أشهر أنها لم تعد صالحة للأكل. وفقا لموقع يمن مونيتور، جماعة الحوثي تتلف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وأظهر تقرير وصول وصور لوكالة الأنباء الفرنسية قيام الجرافات بإتلاف كميات من المواد التي حملت شعار برنامج الأغذية العالمي. أكد مصدر في الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية التي أتلفت في صنعاء كان من المفترض توزيعها على المحتاجين في تعز في نوفمبر 2018، ولكن انتهى الأمر بهذا الطعام إن كان عالقا لأشهر. قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إنهم يقومون شهريا بتقديم الطعام لنحو 11 مليون شخص في اليمن، مؤكدا على ضرورة الوصول دون عوائق إلى جميع مناطق البلد لإيصال المساعدات الغذائية لمن هم في أشد الحاجة إليها. هل تحل الدراجات النارية بصنعاء محل النقاط الأمنية؟ وهل تقوم دراجات الحوثي المسائية بدور سيارات الأجرة في نظام صالح لاصطياد المناهضين؟ موقع بلقيس حاول في هذا التقرير البحث عن إجابات لهذه التساؤلات، وعنوان الموقع: دراجات المساء الحوثية عودة إلى نظام صالح بطريقة أخرى. أحد الأهالي قال للموقع بأنه وفي وقت متأخر من إحدى ليالي شهر يونيو كان عائدا من زيارة قريب له واستأجر دراجة نارية للعودة، وفي الطريق دار حديث مع السائق وصل إلى الخوض في السياسة، ثم بدأ السائق بالتعبير عن تذمره من ميليشيا الحوثي وأنه يريد الانضمام للشرعية. حينها لزمت الصمت ولم أرد عليه، فيما هو يلح أن أدله على شخص بالشرعية. متحدث آخر قال لبلقيس إن أخاه قد كان استقل دراجة نارية للمنزل ذات مساء ودخل في حديث مع السائق الذي أعلن تذمره أيضا من ميليشيا الحوثي، وأخذ رقم أخي ليساعده بالانضمام للشرعية. كما اتضح لنا لاحقا وفي عصر اليوم التالي جاء مسلحون على دوريتين واتصلوا به ليخرج إليهم واعتقلوه. بعد 5 أشهر قضاها في المعتقل تحت التعذيب، دفعنا مبلغ نصف مليون ريال ليفرجوا عنه. السقوط الأكبر تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور مضيفا: ظل اليمنيون يقتتلون بأبشع صورة لأتفه سبب، وبعد أن ينجلي غبار المعارك يلتقي المتحاربون على كلمة ليست دائما سواء، غير أن صفحاتهم تكون برغم سوادها واحمرارها خالية من شائبة العمالة ونائبة الارتزاق. كانوا يقتتلون لأغراض دنيئة في معظمها، لكنها مطهرة من دنس الإصبع الدخيلة. إنما اليوم فقد كشفت هذه الحرب عن نتانة طافحة جامحة كاسحة لدى أطراف الحرب، ولا أستثني أحدا منهم على الإطلاق، فقد انقسموا في فسطاطين، خليجي وفارسي، ولما كان بينهما لليمن البتة. لقد كان العملاء والخونة من أبناء اليمن فيما مضى هم أولئك المرتبطون بالسلطات البريطانية أو اللجنة الخاصة السعودية. كانت لندن كعبتهم، وكمال أدهم نبيهم، وسلطان ربهم الأعلى. فإذا بنا اليوم قبالة أنبياء كثيرين وأرباب أكثر، وثمة كعبة هنا وهناك في الرياض وأبوظبي وطهران، والسطور تتسع للإضافة. وكان الخونة والعملاء والمرتزقة من أبناء اليمن فيما مضى ينحصرون في فئات الساسة وكبار الضباط وشيوخ القبائل، إلا من رحم ربي
ودعت له أمه الطاهرة، لكن فئة جديدة أضيفت إليها اليوم هي فئة المثقفين، بما تحتوي من كتاب وأدباء وصحفيين وأساتذة جامعات ونحوهم. وكان الخونة من أبناء اليمن فيما مضى يخوضون في وحلهم بصمت مدثر بالخجل وشعور بالخزي وإحساس بذنب عظيم، فيما هم اليوم يفاخرون بعمالتهم للأجنبي ويجاهرون بارتزاقهم على قارعة الطريق. وهؤلاء بالذات تذهب اليوم تبحث عن اليمن في سطور كتاباتهم وأطروحاتهم ومشاريعهم فلا تجدها على الإطلاق. وأشد ما ألمني أن أرى رفيقي الماركسي القديم حامل شهادة عليا في علوم المادية التاريخية والجدلية يخر ساجداً متعبداً قبالة العقال والريال في لحظة مكثفة البشاعة وكالحة السوداوية تجلت فيها كل صور السقوط الرخيص ومعاني الانحطاط الأسطوري. معركة مصيرية ستحدد الخارطة النهائية لمراكز النفوذ والقوى في جنوب اليمن والشكل النهائي للأقاليم، وفق لما قالته صحيفة العرب والتي عنونت معارك اليمن لإعادة رسم خارطة الأقاليم والنفوذ. وقالت مصادر مطلعة للعرب إن قرار اجتياح عدن لم يتخذ بشكل رسمي، وأن التحركات العسكرية للشرعية في أبيان كانت لجس النبض والاستفادة من الارتباك في صفوف المجلس الانتقالي عقب خسارته المفاجئة والسريعة لمحافظة شبوة. توقعت المصادر أن يمارس التحالف العربي بقيادة السعودية ضغوطا في الساعات القادمة لحث الأطراف على التهدئة ونقل الخلافات من المواجهات المسلحة إلى طاولة الحوار في جدة. ووفقا للصحيفة من شأن أي تصعيد جديد باتجاه عدن أن يؤجج مشاعر الشارع الجنوبي وينعكس بشكل كبير على معركة تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية التي استفادت من انشغال معسكر المناوئين لها في معاركهم الجانبية. يعتقد خبراء أن الحرب التي يشهدها اليمن منذ الانقلاب الحوثي في عام 2014 وحتى معركة عدن في 10 أغسطس تصب في اتجاه إعادة رسم خارطة النفوذ السياسي وشكل الأقاليم الذي كان أحد الأسباب المباشرة للحرب نتيجة رفض قوى يمنية لتقسيم الأقاليم في مؤتمر الحوار الوطني. حذرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها مما أسمته المعركة الفوضوية من أجل انفصال جنوب اليمن، والتي قالت إنها ستخلق صراعات أخرى في مناطق مختلفة من البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات. ونقلت الصحيفة عن رجال قبائل في محافظة المهرة خشيتهم من أن تجر معارك الانتقالية الجنوبي الانفصاليين فقط إلى حرب جديدة بين الشمال والجنوب من البلاد التي مزقتها الصراعات، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق حرب داخل الجنوب نفسه. ووفقا للصحيفة البريطانية فإن مشاهد الذعر الهادئ في المهرة تؤكد على التعقيد المدمر لليمن الذي أحبط الكثير من المحاولات السابقة من قبل الغرباء للسيطرة عليه. وقالت في حين تركز السعودية على محاربة قوات الحوثيين المدعومة من قبل إيران والتي باتت المملكة عرضة لصواريخها، فإن أولوية الإمارات هي القضاء على الإخوان المسلمين باليمن. ونقلت الصحيفة عن إليزابيث كيندال الخبيرة بالشؤون اليمنية والأستاذة بجامعة أكسفورد قولها إن الإمارات بتدريبها القوات الانفصالية قد أطلقت ماردا يصعب السيطرة عليه، وأن سلام اليمن مستقبلا سيتطلب من الإمارات إقناع تلك القوات بالتخلي عن أهدافها الانفصالية. الحرب تختبئ خلف شجرة، تحت هذا العنوان كتب ساري خليل مقاله المنشور في موقع عربي 21. يبدو العالم اليوم كأنه يختبئ خلف شجرة، تذكر الشجرة هنا بالحرب التي كادت أن تقع في شبه الجزيرة الكورية في العام 1976، حينما قتل جنود شماليون مسلحون بالفؤوس جنديين أمريكيين في المنطقة منزوعة السلاح، بعدما حاول جنود أمريكيون وجنوبيون ضمن وحدة تابعة للأمم المتحدة تقليم شجرة ضخمة تحجب الرؤية في المنطقة. في أوقات التوتر والنزاع الكامن يختبئ العالم خلف شجرة، وبقدر ما يبدو مضحكاً أن تنفجر حرب كبرى بسبب شجرة
فإن الوقائع التاريخية لا تنفي أن قشة قد تقصم ظهر التوازنات الهشة، وأن الحروب قد ينجرف إليها من لا يريدها، وأنها كثيراً ما لا تستند إلى دوافع عقلانية. الانقسامات داخل النخبة الأمريكية وسباق التسلح مع روسيا والحرب الاقتصادية مع الصين وأزمات الاتحاد الأوروبي وصعود اليمين في العالم وظهور قيادات عالمية وإقليمية طائشة وتفتقر للكفاءة وتخلخل الإقليم العربي وما يحيط به واستمرار السيولة في محيط إسرائيل واشتعال حروب الوكالة بالفعل أو الاحتكاكات الطرفية، ثم صراع في الخليج وحرب خليجية في اليمن تتصل بها إيران اتصالاً وثيقاً، والتوتر في مياه الخليج ناجم عن الحصار الأمريكي لإيران وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضها موقفها على العالم، بما يجعل من الحضور الإسرائيلي حضوراً وطيداً. وبالنظر إلى احتمالية الانفجار في أي من منطقتي الصراع الكبيرتين الخليج أو الحزام العراقي السوري، فإن إسرائيل تستعد فعلياً تخطيطاً وتجهيزاً لتلك الاحتمالية. ثمة ثلاث خلاصات يمكن الانتهاء إليها من هذا العرض الموجز، وهي الغموض الاستراتيجي الذي يلف العالم وما يحتويه من توازنات هشة ومسببات متعاظمة للانفجار، واتساع الحزام الأمني الإسرائيلي بما يدخل المشرق العربي برمته في ظرف واحد، واتصال هذه المنطقة بمشكلاتها الضخمة والمتفجرة والمتحركة بقوى دولية وأخرى إقليمية. باتت حدة الصراع اليمني الإماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي واضحة أكثر من أي وقت مضى، تقول صحيفة العربية الجديد، وتضيف: مع تصاعد المعركة على الميدان بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في محافظات جنوبية عدة، شنت قيادات وناشطون إماراتيون على موقع تويتر هجوماً على الرئاسة والحكومة اليمنية، الأمر الذي دفع ناشطين وصحفيين يمنيين للرد. وكثفت قيادات إماراتية أبرزهم نائب قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان والمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله وحمد المزروعي من هجومهم على الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي والشرعية بلغت حد إطلاق الشتائم. وزيادة على الهجوم على الشرعية، أكدت القيادات والناشطون الإماراتيون دعمهم بشكل واضح للمجلس الانتقالي ولتحركاته العسكرية في محافظات عدن وأبين وشبوة ولنوايا انفصال الجنوب. مغردون يمنيون اعتبروا الهجوم الإماراتي إغالا في الصراع بين البلدين بعد اتهامات من الحكومة اليمنية لأبو ظبي لدعمها العسكري والمالي للانفصاليين وتمرد المجلس الانتقالي، وخروجا واضحا عن مسار التحالف العربي. وإثر ذلك شن ناشطون يمنيون حملات إلكترونية تطالب بطرد الإمارات من اليمن مستخدمين وسوما أبرزها: طرد الإمارات مطلب شعبي، متهمين الإمارات بخلق وضع مضطرب في البلاد ودعمها لفصائل مسلحة. ومن أخبارنا المنوعة ما نقله موقع عربي بوست أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يخطط لتغيير ثوري في شكل كرة القدم في المستقبل القريب، فبعد أن تركزت مخاوف البشر في الفترة الماضية على توحش الآلة واستيلائها على وظائف البشر مثلما صورت العديد من أفلام هوليود، جاء الدور الآن على الحكام، حيث تسربت معلومات عن أن الفيفا يجهز لاستبدال الحكام المساعدين بروبوتات بعدما سلطت تقنية حكم الفيديو المساعد تقنية الفار الضوء على مدى دقتها في احتساب أخطاء التسلل. ووفقا لهذا المفهوم يمكن للتطورات التقنية المتوفرة عبر حكم الفيديو المساعد أن تجعل الحكام المساعدين الحقيقيين شيئا من الماضي، وهذا قد يعني أننا لن نرى المشهد الشهير للحكام المساعدين وهم يركضون بمحاذاة خط التماس حاملين الراية في المستقبل. كذلك سيكون من الغريب على اللاعبين المتحمسين في الملعب ألا يجدوا رجلا بشريا أمامهم للاعتراض على قراراته أو حتى الاعتداء عليه كما يحدث في بعض المباريات ببعض الدول.
ماوريسيو ساري المحاسب الذي أصبح أحد أفضل المدربين في العالم. تحت هذا العنوان كتب زيد شقيري عن قصة ملهمة، وجاء في المقال الذي نشر في مدونات الجزيرة. مرحبا، أنا ماوريسيو ساري، رجل غريب العادات، يعمل من 8 صباحا وحتى ميعاد العصر بروتين يومي داخل مطبات مصرف مونتي دي باشي بنابولي، أو بتدقيق أفضل في مدينة دييغو مارادونا. كانت الفكرة بداخلي حلما راودني كل دقيقة أراقبها في ساعة المصرف اللعينة التي تمر ببطء. أحسب كل لحظة وأنهي عملي مبكرا لأرحل تاركا البوابة مفتوحة إلى أقرب ملعب هواة. لا أطيق الانتظار حتى أصل مستعينا بأوراق مدونا عليها ملاحظات كثيرة. عملي في البنك كان معدا له من طرف والدي، ولكن حلمي الأكبر كان على عكس توقعاته. تمر الأشهر تباعا وأنا داخل المصرف مجددا أراقب الساعة. تصادف العقارب 12 ليلا في يوم من أيام السنة الثانية من الألفية الثالثة. حينها اتخذت قرارا لا رجعة فيه، سأتخلى عن كل شيء، سأواجه غضب العائلة والزوجة، سأنحني دون كلمات، فقط لأنطلق نحو حلمي الذي راودني طيلة الوقت داخل المصرف. في اليوم التالي أقام أصدقاء ماوريسيو حفلة مغادرته للمصرف. كان رجلاً عظيماً يتقن عمله. يقول أحدهم إن بقاء ماوريسيو كمصرفي كان ليجعله أعظم محاسب في إيطاليا، ولكن الأقدار شاءت أن ينتقل من عالم الحسابات الضيقة في المصارف المغلقة إلى عالم آخر لا يقل حسابات ضيقة عن العمل السابق. البداية هنا تنطلق من خلفيات مدرجاتها غير متسعة وجمهورها أقرب إليك من مباريات الدرجة المحترفة. طيلة 20 سنة اشتهرت في الدرجات الدنيا منتقلا بين عديد أنديتها. لقد حققت نصف أحلامي، ألقي على كاهلي مسؤولية فريق كامل، كنت لاعبا في أحلامي. حتى لا أنسى تذكيركم بالأمر، لقد اعتدت رؤية نفسي كمارادونا، كنت أفضل لاعب في أحلامي. عندما أستيقظ أصطدم بالواقع اللئيم، إنني الأسوأ على الإطلاق في ملامسة الكرة، لكنني أصبو إلى نقل أفكاري للاعبي بسلاسة مطلقة. لقد اخترت طريقي لوحدي منذ البداية، واليوم وبعد 30 سنة من الانتظار، من المعاناة وسهر الليالي، ذلك المحاسب المغمور من مصرف مونتي دي باشي المثير للسخرية وغريب العادات المدخن الشره الذي يصل مبكراً ويغادر بعيد العصر بدقائق، يحقق لقبه الأول بعد صراع طويل بين مجموعة من الأفكار، ليكتب في تاريخه الصغير محاسب مدينة نابولي يحقق جزءاً من أحلامه. اضطرت سلطات مطار ميونخ إلى إغلاق المطار لمدة 4 ساعات بحثاً عن مسافر دخل صالة بالخطأ عن طريق باب خروج، وأدى هذا الإغلاق إلى إلغاء نحو 130 رحلة. وعنون موقع ألماني إلغاء 130 رحلة بسبب مسافر دخل بالخطأ. وقال موقع دي دبليو أن مطار مدينة ميونخ الألمانية اضطر لإلغاء الرحلات بعد أن أوقفت الشرطة إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ عن طريق الخطأ. وقال المطار إنه تم العثور على الرجل المفقود وهو إسباني، عثروا عليه لاحقا في صالة رقم 1 بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2، واستؤنفت إجراءات الدخول بعد إغلاق المطار لمدة 4 ساعات، الأمر الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات التي تمت ذلك اليوم. مطلع الأسبوع الجاري قال ترامب إنه يقترح مواجهة الأعاصير بضربها بقنابل نووية، لكن البي بي سي ترى أن ذلك غير ممكن وعنونت الشبكة: لماذا لا ينبغي ضرب الأعاصير بالأسلحة النووية؟ وتقول وكالة علمية في الولايات المتحدة إن استخدام أسلحة نووية لتدمير الأعاصير ليست فكرة جيدة. وقال موقع إكسيوس الأمريكي الإخباري إن ترامب سأل عددا من مستشاري الأمن القومي عن هذا الاحتمال واتفقوا أن النتائج ستكون مدمرة. وقالت إدارة المحيطات والغلاف الجوي إن استخدام الأسلحة النووية قد لا يغير
وجهة العاصفة، وإن النشاط الإشعاعي الناتج سيتحرك بسرعة مع اتجاه الرياح ويؤثر على الأراضي القريبة. وتضيف أن الصعوبة في استخدام الأسلحة النووية لمواجهة الأعاصير تكمن في كمية الطاقة المطلوبة، إذ إن الحرارة الناتجة عن الأعاصير تعادل الحرارة الناتجة عن تفجير قنبلة نووية قوتها 10 ميجاتون كل 20 دقيقة. وبالرغم من تقارب الطاقة الناتجة بين القنبلة النووية والإعصار، فإن تركيز نصف هذه الطاقة على بقعة محددة وسط المحيط البعيد مهمة بالغة الصعوبة، ومهاجمة الأمواج المدارية الضعيفة أو المنخفضات قبل أن تتاح لها الفرصة لتصبح أعاصير غير مجدي أيضاً. ومن بين 80% من الاضطرابات تتشكل كل سنة في قاع المحيط الأطلسي، 5 منها فقط تنمو لتصبح أعاصير خلال السنة، وليس هناك ما يساعد في معرفة أي منها سينمو ويتطور. عالم لم يعد يحتمل. تحت هذا العنوان كتب أرنست خوري مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال: أكثر من أي وقت مضى تبدو مؤكدة مقولة إن الكرة الأرضية لم تعد تحتمل كل هذا العبث بطبيعتها وبفيزيائها وبثرواتها وبتنوعها البيولوجي وببشرها. القول إن الرأسمالية العالمية ومرتبتها العليا أي العولمة مسؤولة عن كل هذا الخراب الذي قد يؤدي إلى الفناء قريبا أصبح نافلاً وتحصيل حاصل، لكنه غير كاف لإيقاف الكارثة. ذلك أنه كلما صرخ مناهضو العولمة فزعاً على ما بقي من الكوكب وبيئته، كلما وصل إلى الحكم رجال ونساء يسخرون ويسخرن من مقولات التغير المناخي وكوارث التصحر وذوبان القطبين وغرق بلدان تحت المحيطات. المعنى واحد، الرواية المضادة للرأسمالية لم تسوق نفسها كما يجب لتكسب الجمهور المناضل، ولم تجد زبائن كباراً يشترون بضاعتها لتترجم في صناديق الانتخابات. الرأسمالية الإصلاحية أو المعتدلة التي يمكنها أن تضبط استهلاك عناصر الطبيعة من دون التخلي عن القوانين الرئيسية، دعه يعمل، دعه يمر، فشلت بوضوح في الحد من قضم مقومات استمرار الكوكب على قيد الحياة. يسير عالمنا اليوم مستسلماً نحو قدره، وكأن لا بديل عن قوانين الرأسمالية المكثفة، بحجة أن إطعام 7 مليار مخلوق بشري يتطلب كل ما هو مكثف، زراعة مكثفة، وصناعة مكثفة، أي تلويث مكثف وإهدار مكثف للموارد الطبيعية غير القابلة لإعادة إنتاج نفسها بنفسها، أي كرة أرضية غير مستدامة. هذا ما يمكن الخروج به من مشاهدة الضحكات الكاذبة لزعماء مجموعة 7 قبل يومين. ربما يكون الأمل الوحيد المتبقي هو في مشاهدة فصول الحرب التجارية العالمية، حرب تحدث تغييراً جذرياً في قوانين الرأسمالية نفسها. ربما كان قدر الكرة الأرضية أن تقدم للبشرية أسوأ ما عندها مثل دونالد ترامب، وربما أيضاً لسخرية القدر ذاك أن بلسماً لكوارث الكرة الأرضية سيأتي من ذلك الجاهل، بما يكفي لكي يعتبر أن الاحتباس الحراري مجرد أكذوبة هدفها ضرب الاقتصاد الأمريكي. الأحداث العالمية بعيون عدسة مصوري صحيفة الجارديان البريطانية، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. يبدع رسام الكاريكاتير من خلال رسوم تضاهي أخبارا وصورا عدة. في جولتنا لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم.
إذا مشاهدينا بهذه الرسوم نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير. إلى اللقاء.